سمعت حد يقول أن العطاء في الحياة هو أنك تزرع الشراء، وأنت على يقين أن غيرك اللي بيقعد تحضلها. شو بيقولون الأوليين لو شافوا اللي زرعوا أمس وحصدناه نحن اليوم؟ أحس كلمة الاستدامة معقدة شوي. بلاستيك، إعادة تدوير، توفير طاقة، أو شيء مو بيدنا. بس لو كان الموضوع أبسط ومعناه أقرب، شو بيصير لو الاستدامة بدأت بصحتنا الجسدية والنفسية، وبدينا بالراحة بدل التوتر، عشان نكون حاضرين مع أطفالنا وقادرين نحسسهم بوجودهم ودورهم، ودعمنا مزارعنا وكلنا أكل أنظف، ولو تواصلنا مع الطبيعة أكثر تأملنا جمالها وتنفسنا هو أنقى، ولو زرعنا أكثر وقطفنا من خيرات أرضنا عشان نتمتع بطعم ألذ، ولو خذنا حصتنا على كتنا بالضبط وآمنا أن كل اللي عندنا يكفينا ويكفي غيرنا، ولو حمينا حلالنا وقدرنا نعمتهم عشان نحافظ على دورة الحياة، وقدرنا كل قطرة ماء يمكن نستخدمها وكأنه ما بنحصلها باكر، عشان نكون بين اللي نحبهم ونستمتع وياهم عمر أطول، عشان يشوفون شو بيصير لو بدينا بالصغير واستثمرنا بالأقل. شو دخل كل هذا بالاستدامة؟ إن نسوي بالضبط اللي نوجدنا عشانه، نكون أنا وأنت مسؤولين عن هذه الأرض الطيبة، نعطيها وتعطينا، لأن ما نقدر نحلم بالأشياء الكبيرة بدون ما نبدأ بالأشياء الصغيرة. يوم أنا أهتم وأنت تهتم وأنت تهتمين، حياتنا تكون أفضل، بيئتنا بتتغير خطوة بخطوة، لأن بعد كل اللي سووا لنا أجدادنا زرعوا لنا الشيرة وقعدنا تحضلها، فشو الشيء اللي بتسويه اليوم وبيشكرونك عليه باكر؟